ما اتنصفتش لا فؤاد ولا بت. انا موجود يا ست، مش راح، انا جنبك ومن 1,000,000,000 جنيه. ده انا بيبي يا ناس، انا لو هفديه بروح اعملها. انا مش هقدر، انا لازم اتصرف. خد يا ست نشرح، خلي دول معاكي. كتر خيرك، انا مش عايزه غير ابني بس يطلع منها. هيطلع منها زي الشعره من العجين. ده بلبل من اغنى الناس. انا قلت حد باصص لنا وعامل لنا حاجه مخلينا في البلاوي اللي احنا فيها دي. يا بنت ما تصدقيش في الكلام ده كله، ما عمره. انا هروح اشوف محامي، ما تحمليش. انا لو طليق الجيس على الواد عامليه حلو، وده ايه اللي هيجيبه ده؟ لو عايز ياخده وماله، فرصه نشوف اللي بتأذينا في بيتها. اطمني يا ست انشراح، خليكي مع ماما يا حبيبتي. شفتي؟ كأنه كان سمعنا. تقادر إلهي ما يرقدك رقدتي، إلهي ما ينيمك نومتي، إلهي ما يأكلك لقمتي. بتدعي لهم ولا بتدعي عليهم؟ انت ايه اللي فكرك بيه؟ طبعا بتدعي عليهم، ما انت نايم احسن نومه وبتاكل احلى اكل. انا دفعت الثمن غالي وانت عارف. قربان المكسع اللي قطع رجليه عشان بطنه. سيبني بقى لقط رزقي. اتكلم مع سيدك بأدب ولا اقطع لسانك. حاضر، وانا هروح فين مهما جريت؟ تزحف لحد القصب تلاقي يهود هناك، تقول له اللي هتسمعه.